رغم العطب التقني الذي طرأ في افتتاح البطولة الإفريقية للتايكواندو، إلا أن الأجواء كانت رائعة والمباريات انطلقت في جو تنافسي جميل، وترشح فيها أول لاعب تونسي للأدوار النهائية. ربحت بارتي الأولى الحمد لله مع واحد المالي 12-8. بون تعبت شوي من الاول وديزيسيون تاع الاربيتر والحمد لله وفق. وفما اولاد معناها ما عندهمش ليكسبيريونس واول مره يلعبوا في كومبيتيسيون وعندهم العزيمه والكوراج، ان شاء الله بقدره الله باش يجيبوا ميداليات. والحمد لله لاول مره رقم قياسي 18 دوله تشارك في الدوره هذه، وتقريبا عندنا 140 لاعب معناها مختلف من 18 دوله، وتونس بحول الله كالعاده معناها في 2013 و2014 اكدت انها معناها على جداره في المستوى الدولي، ان شاء الله تو على المستوى الافريقي الكاس باش يكون عندنا ان شاء الله. من بين 3 لاعبين تونسيين كانت نتيجه واحده ايجابيه فسر اسبابها المساعد التقني للمنتخب. القرعه كانت صعيبه شويه لبعض اللاعبين، خاصه هم مش في مستوى العالمي الكبير، معناتها اللاعبين عندنا نجي قم تضرب لازلنا باش نعاودوه بلاعب اخر. حبيبة كانت في ميزان لوطة تلازينا باش تطلع من ميزان الفوق، معناتها ثم صعوبات تقنية اللي صارت اللي كان سبب في الخلل هذا. وقد شهد اليوم الأول من التصفيات مرور أول لاعب عربي إلى النهائيات وهو من الفريق المصري. وده ماتش سيمي فاينال، الحمد لله ربنا كرمنا، واول انتصار عربي النهارده وصل الفاينال باذن الله، وعبر بقيه اللاعبين العرب كلهم الحصول على الميداليات الذهبيه. تجدر الاشاره الى ان صعوبات عديده عاشتها جامعه التايكواندو للوصول لتنظيم هذه البطوله لاول مره في تونس، وهي صعوبات نتيجه لعدم الى اهتمام لهذه الرياضه. مشكله السبور الانديفيديال في تونس هو الدعم السبونسور، والا مانيش التجربه عندنا الحمد لله في التنظيم في التحكيم في كل شيء، كنا نجمو نعطيو اكثر من هكا، وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. ما رياضه التايكواندو ماهيش ناخذه حقها كما الرياضات الاخرى، ناقصين برشا تشجيعات وبرشا دعم وبرشا شكون يعاوننا باش التايكواندو ياخذ ديكلونش الديبار نتاعو. تختتم اليوم فعاليات بطولة افريقيا للتايكواندو والتي تعول فيها جامعة التايكواندو على الظفر بالكأس وبقائها في تونس.